عناية الإسلام بالمساجد. ألم يأتي جدي؟ فأنا متحمس لتسميع ما حفظته من آيات القرآن. ها؟ جدي هنا، ولكن ماذا يصلي الآن؟ ولم يحن بعد وقت صلاة العصر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ماذا كنت تصلي يا جدي؟ إنها تحية المسجد. وما هي تحية المسجد؟ هما ركعتان يصليهما المسلم حين دخوله المسجد وقبل أن يجلس. فعن أبي قتادة بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. معنى ذلك أنه لا يستحب الجلوس في المسجد حتى نصليهما؟ نعم، فيكره لمن دخل المسجد الجلوس قبل أن يصليهما، إلا إذا وجد جماعة يصلون الفريضة أو يصلون نافلة غير تحية المسجد كسنة الظهر أو العصر. معنى ذلك أنه يستحب صلاة تحية المسجد في كل وقت؟ نعم، ففيها تعظيم لمكانة المسجد في الإسلام، وهذا مما يدل على عناية الإسلام بالمساجد. ولكن ألا تعرف يا طلال من هو الصحابي راوي الحديث؟ راوي الحديث هو أبو قتادة رضي الله عنه. إنني معجب به كثيراً، بل وأحاول أن أكون في مثل شجاعته. فهو الحارث بن ربعي الأنصاري الذي كان يتصف بالشجاعة ولقب بفارس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: خير فرساننا أبو قتادة. كما أنه شهد غزوة أحد والغزوات بعدها، أليس كذلك؟ بلى. ولكن يا جدي، هل هناك أمور أخرى يمكن أن نفعلها تعيننا على تعظيم مكانة مساجدنا؟ بالطبع. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من بنى مسجداً لله كمفحص قطاط أو أصغر بنى الله له بيتاً في الجنة. ولكن ما المقصود بالمفحص؟ إنه المكان الذي يضع فيه الطائر بيضة. أليست القطاط طائراً يشبه الحمام؟ بلى. يا له من فضل كبير وثواب من الله عظيم، فإنه يعطي الأجر الكثير على العمل القليل. حقاً، فإن الأجر يثبت لكل من شارك في البناء والعمارة. جدي، أليس الصحابي الجليل جابر بن عبد الله رضي الله عنهما راوي الحديث أحد الذين شهدوا بيعة العقبة مع الصحابة 70 الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم؟ بلى، كما أنه غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 17 غزوة. وقد علمت منك يا جدي أنه كان مفتي المدينة النبوية. نعم، وكان له حلقة يدرس فيها العلم في المسجد النبوي. جزاك الله خيراً يا جدي على هذه المعلومات، ومن الآن لن أجلس حين دخول المسجد قبل أن أصلي ركعتي تحية المسجد، وسأشارك في بناء المساجد لكي أنال فضل بناء المساجد والعناية بها. جزاك الله خيراً يا بني. والآن هيا لنبدأ بتسميع ما حفظت من آيات، ولكن قبل ذلك لخص لنا ما تعلمته اليوم. خلاصة ما تعلمناه اليوم: ثواب الله عظيم وفضله كبير، فضل بناء المساجد، الأجر يثبت لمن شارك في بناء المساجد وعمارتها، استحباب تحية المسجد في كل وقت، عظم مكانة المسجد في الإسلام، فضل جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وأن الجهاد لم يشغله عن العلم. أبو قتادة رضي الله عنه كان يلقب بفارس رسول الله صلى الله عليه وسلم، كراهية ترك تحية المسجد لغير عذر.